أسعد الله أوقاتكم جميعاً إخوتي العرب. أنا أمجد خطاب، المدير في القسم العربي في شركة ريست بروبرتي للاستثمارات العقارية في تركيا. أود أن أبدأ حديثي بتعريفكم قليلاً عن شركة ريست بروبرتي. شركة ريست بروبرتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال العقارات في تركيا، فهي تعمل منذ أكثر من 14 عام في هذا المجال. الشركة تقوم بالوساطة العقارية، كما أنها تقوم بعمل شراكات مع شركات الإنشاءات، بالإضافة إلى منتج الشركة الجديد الذي بدأ منذ تولي هذا القسم العربي في شركة ريست بروبرتي، وهو الاستثمارات الزراعية. حقيقة أود أن أتكلم قليلا عن كيف تم اللقاء بيني أنا شخصيا وشركة ريست بروبرتي، وكيف تعرفت على هذه الشركة وأصبحت بالنهاية مديرا للقسم العربي. الموضوع بكل بساطة، كان لي رغبة في شراء عقار في تركيا. بدأت بالبحث عبر الإنترنت، وبكل سهولة وجدت كثير من الشركات التي تعرض العقارات، شقق، فيلل، أراضي زراعية أو أراضي للاستثمارات الفندقية أو الإنشاءات. تم الاتصال بالشركة، وكانت الشركة مرحبة بشكل كبير جدا. قمنا بتحديد موعد وأحضرونا من المطار، وبعد ذلك اتجهنا مباشرة نحو المدينة التي قمت باختيار العقار الذي سأشتريه فيه. الحقيقة أنه كانت العملية تمت بسرعة، أعتقد أنها كانت مناسبة جدا. تم اللقاء خلال فترة قصيرة لا تزيد عن 3 أيام. قاموا بعمل جولة استطلاعية لنا في مدينة ألانيا التي بدأت فيها أول استثمار لي في العقارات. كان الفريق ذو خبرة عالية جدا في العقارات، مما أعطى سرعة في أخذ الخيار. تم شراء العقار، وقامت الشركة أيضا بتقديم الخدمة فيما بعد شراء العقار، حيث قمنا بتأسيس المنزل، قاموا بدعمنا في كافة المجالات، حيث رافقونا إلى أماكن شراء الموبيليا وكل ما يلزم المنزل. لكن أحب الآن بصفتي مديرا لهذا القسم الآن أن أشرح قليلا عن شركة ريست بروبرتي وتواجدها في تركيا وخارج تركيا. تعتبر هذه الشركة من أهم الشركات الرائدة في بيع العقارات في تركيا. تنتشر مكاتب هذه الشركة على مساحة واسعة من رقعة الأراضي التركية، حيث أن المكتب الرئيسي في مدينة ألانيا، وهنالك مكاتب دعم أخرى في المدن المجاورة مثل أنطاليا ومدينة كيمر ومدينة فتحية. تم افتتاح فرع جديد منذ أكثر من عام في مدينة إسطنبول ليقوم بخدمة عملائنا في المدينة الكبرى في تركيا، وهي المدينة الأهم أيضا، حيث أن عدد كبير من المشترين أو الزبائن العرب تكون إسطنبول هي رغبتهم رقم واحد أو الأولى. حقيقة
عملية الشراء في لعقار في تركيا تعتبر عملية سهلة جدا. بما أني شخص مجرب وقد قمت بشراء العقارات في عدة أماكن وفي عدة مدن، فأحب أن أشارككم خبرتي في هذا المجال. تتم عملية الشراء بعد معاينة أو رؤية العقار والاتفاق عليه خلال الجولة الاستطلاعية. يتم عمل كونتراكت أو عقد مبدئي بين المشتري والشركة، حيث تقوم الشركة بحجز هذا العقار له مقابل دفع مبلغ بسيط كعربون، ثم بعد ذلك تتم الإجراءات الأخرى. أهم هذه الإجراءات هو فتح حساب بنكي في أي من البنوك العاملة في تركيا، وهذا أيضا سهل جدا، حيث كل ما يلزم هو صورة عن الجواز وعنوان المشتري في بلده الذي يسكن فيه. بعد ذلك يتم تحويل المال، أو إذا توفر هذا المال في تركيا يتم دفع المبلغ، ويتم التنازل مباشرة في دائرة الطابو. دائرة الطابو هي دائرة تسجيل العقارات من الأراضي والفلل والشقق في تركيا. المعاملة سهلة جدا، لا تأخذ وقت كثير. في أغلب الأحيان في المدن الساحلية مثل ألانيا، أنطاليا، كمر، في مدينة فتحية لا تأخذ أكثر من ساعة أو ساعتين، وتحتاج فقط أحياناً إذا لم يتكلم الشخص اللغة التركية، وأغلبنا نحن لا نتكلم التركية، إلى مترجم إما باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. في إسطنبول تختلف الأمور قليلاً، لأن مراكز تسجيل أو دائرة الطابو هناك تكون أغلب الأحيان مكتظة، فتأخذ وقت أكثر، أحياناً تأخذ يوم أو يومين. أود أيضاً أن أشرح مسألة أخرى، وهي لها علاقة بماذا تستطيع أن تتملك في تركيا. في تركيا أي شخص عربي من أي جنسية عربية يستطيع أن يتملك أي عقار، إن كانت شقة أو فيلا أو أرض للإنشاءات أو أرض زراعية، كما أنك تستطيع أن تؤسس شركة في تركيا بعد الحصول على الرقم الضريبي. يكون كل شيء سهل، هنالك مكاتب تقوم بالخدمة من أجل تأسيس الشركات، وطبعا في شركتنا يتوفر كادر من أجل مساعدة الجميع. طبعا أنا بدوري خلال الفترة الماضية كان رئيسي في تأسيس قسم جديد، وهو قسم الاستثمارات الزراعية، بالإضافة إلى إدارتي للقسم العربي في الذي يتعلق بالإنشاءات والعقارات بشكل عام. أود أن أعطي فكرة عن الاستثمارات الزراعية في تركيا. هنالك كثير من القوة أو نقاط القوة التي توجد في هذه الدولة في هذا المجال. أولاً، معظم المنتجات الزراعية التي تنتج في تركيا يتم تصديرها بسهولة، كما أن عدد السكان الكبير في هذه الدولة يؤدي إلى الطلب المتزايد على استهلاك الخضار أو الفاكهة أو أي منتج زراعي. هناك بعض الزبائن أو المشترين العرب الذين يطلبون مواصفات خاصة في المسكن
الذي يرغبون بشرائه، من ضمنها الخصوصية. لذلك انتشرت مؤخرا في معظم المدن هذه المشاريع التي تقوم بخدمة هذا النوع من العقار. على أي حال، نحن كشركة ريست بروبرتي والذين نفخر دائما بخدمتنا لعملائنا من الإخوة العرب في كافة الأقطار العربية والإسلامية، نطرح دائما شعار وهو شعار الثقة. إذا توفرت الثقة وإذا وجدت الثقة بين البائع والمشتري، فإننا نصل دائما إلى نتيجة حتمية، وهي الكسب من جميع النواحي. طبعا أود أن أتكلم قليلا عن فائدة شراء عقار في تركيا في هذه الأوقات. أولا، من تجربتي، فإن الكثير من العقارات ارتفعت أسعارها بنسب عالية جدا، قد تصل إلى 200% أو أحيانا 300% بعد أن أنهت شركة الإنشاءات هذه العقارات وقامت تسليمها إلى الزبائن. أيضا هنالك مسألة مهمة، هي القدرة على تأجير هذه العقارات في حال أن قام المشتري بشراء عقار وهذا العقار اعتبره كاستثمار، يستطيع أن يستخدمه مثلا شهرا في السنة ومن ثم يقوم بتأجير هذا العقار. كما أن هنالك فرصة أخرى للاستثمار في عقارات تجارية. العقارات التجارية تنتشر في كل المدن، ومعظم هذه العقارات التجارية لها عائد ربحي من ناحيتين، إما من ناحية العائد التأجيري والذي يصل أحيانا إلى نسبة 10% سنويا، أو عائد إعادة البيع الذي في أغلب الأحيان يكون الربح فيه بعد سنة أو سنتين من شراء العقار لا يقل عن 30% إلى 50%. أعتقد أن هذا يعتبر حافز ومشجع لشراء هذه العقارات. طبعا هنالك الكثير من الحوافز الأخرى التي تشجع المشتري من إخواننا العرب لشراء هذه العقارات في الجمهورية التركية، من ضمنها الحصول على الإقامة. هنالك أنواع عديدة من الإقامة، هنالك الإقامة المؤقتة أو السياحية، وهنالك إقامات عقارية، وهنالك إقامات دائمة. طبعا أنت تستطيع أن تشتري أي عقار بأي قيمة في تركيا وتحصل بناء على الطابو أو سند التسجيل الذي تحصل عليه على إقامة عقارية دائمة. القانون التركي يسمح لك بعد 5 سنوات من تجديد هذه الإقامة بالمطالبة بالجنسية التركية، كما أن هنالك طرق أخرى للحصول على هذه الجنسية، وذلك باستثمارات خاصة تبدأ باستثمار 1,000,000 دولار في العقارات بشتى أنواعها، وتحصل مقابلها على الإقامة الفورية ثم الجنسية التركية في أقصر وقت ممكن. الكثير ما زال في جعبتنا لنقدمه كشركة ريست بروبرتي لعملائنا العرب أينما كانوا، ابتداء من استضافتهم على حساب الشركة لإتمام الجولة الاستطلاعية، أو لإرشادهم عبر
الإيميلات أو الهاتف أو أي شيء. انطلاقا من هذه النقطة يمكن أيضا أن يتعرفوا على الكثير من المنتجات الجديدة مثلا الاستثمارات الزراعية. كما أن الشركة الآن تقوم بعمل شراكات مع شركات الإنشاءات من أجل توفير شقق أو فلل تناسب الذوق العربي. أتمنى لكم بهذه المناسبة عاما جديدا مليئا بالمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.